أعزائي من جبل الزيتون، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن دخول المسيح الظافر المنتصر إلى أورشليم القدس. حدثت من هذا الجبل من شرقي هذه المنطقة، ابتدأت رحلة المسيح من بيت فاجي بيت عنيا مجيئاً إلى غربي هذا الجبل جبل الزيتون، نزولاً بهذا الطريق يسمى طريق أحد الشعانين، ومراً بوادي قدرون الذي يفصل مدينة أورشليم عن جبل الزيتون، ودخل من البوابة الشرقية إلى منطقة الهيكل. طبعاً كما ترون مدينة القدس من خلفي، تستطيع أن ترى كنيسة القيامة، تستطيع أن ترى أسوار أورشليم، وترى بستان جتسيماني المكان اللي كان يصلي فيه المسيح، وتستطيع أن ترى عدة مواقع كتابية من منطقة الهيكل قديماً إلى جناح الهيكل العظيم. من هذا المكان أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن دخول المسيح الظافر إلى أورشليم. أعزائي، أريد أن أقرأ من البشير متى من الإنجيل المقدس من إصحاح 21 من الآية الأولى. ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجداني أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلاهما واتياني بهما، وإن قال لكما أحد شيئا فقولا الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوع، وأتيا بالأتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلسا عليهما، والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أصنى في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل.
أعزائي من جبل الزيتون، أريد أن أتحدث عن دخول المسيح الظافر إلى أورشليم. نحن نعلم أن المسيح يسوع كان يجول يصنع خيراً ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. كان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب. كان يعلم بالمجامع ويكرز أيضاً ببشارة الملكوت. كان يخرج الأرواح الشريرة. فكانت خدمة المسيح منحصرة أكثرها في منطقة الجليل وبالتحديد حول بحيرة طبرية، لكنه كان يذهب كل عام ليعيد عيد الفصح هنا في أورشليم، وطبعا ذهب وحضر بعض الأعياد الأخرى كما نقرأ عنه في الأناجيل المقدسة. لكن ذهابه ومجيئه إلى هذا الفصح كان وضع خاص جدا، لأنه الفصح الأخير جاء ليكون فصحا لنا. جاء طبعا من منطقة أريحة، خلص زكا ولمس بارتيماوس وشفاء من العمى الروحي والعمى الجسدي، ثم جاءوا إلى منطقة جبل الزيتون وبالتحديد عند منطقة بيت فاجي. جاء لكي يدخل أورشليم كملك. فالبشير متى يتحدث عن المسيح الملك المسيا المنتظر ابن داود الذي تمت فيه نبوات العهد القديم. دخول المسيح كملك وتطهير الهيكل وغيرته ككاهن وقاضي، وطبعا كدخل أورشليم ليس فقط كنبي لكن عرف واستعلن كنبي أيضا، وأصبح الحمل لأنه قدم نفسه خلاصا وفداء لكل البشر. فأحداث دخول يسوع إلى أورشليم كانت مرتبة ومحكمة بانسجام كامل وتام بترتيب إلهي. فالأحداث كانت تسير بالتتالي حتى يأتي بالفصح وقبل السبت. في هذا الأسبوع الأخير صنع أمور عجيبة جدا في هذه البلدة، لكن من فترة دخوله إلى أورشليم حددت موقف الفريسيين أي الرجال المتدينين ضد يسوع المسيح بسبب الحسد والغيرة ضده. فجاء عند منطقة بيت فاجي وأرسل تلميذين إلى المنطقة الأخرى أو إلى بلدة أخرى قريبة، وهناك قال بنبوة أنهم سيروا جحش ابن أتان لم يركب عليه أي إنسان، وإن سأل هذا الشخص قولوا له الرب محتاج. وبالفعل جاءوا بهذا الأتان وركب المسيح على هذا الأتان ودخل إلى أورشليم الدخول المنتصر الظافر بصرخات وصياح وهتاف جميع الناس الذين جاءوا معه من الجليل، والناس المعيدة اللي كانت جاي للعيد اللي خارج أسوار أورشليم، والناس التي التقت به من داخل أورشليم سألوا عن هذا الإنسان، من هو هذا؟ قالوا إنه يسوع الناصري الذي من ناصرة الجليل. فدخل وكانت الجموع تهتف له وترنم وتسبح الترنيمة المعروفة قديما من مزمور 118 مزمور الفصح، أوصنا لابن داود أو هوشعنا مبارك الآتي باسم الرب. كلمة هوشعنا خلص الآن. هذه الهتافات كانت للمسيح يسوع. لكن بحب نلاحظ عدة أمور بدخول المسيح إلى أورشليم. أولا لاهوت المسيح. نرى لاهوت المسيح من خلال سلطانه على كل الأحداث ثبت وجهه نحو أورشليم، إذ تكلم للتلاميذ أن ابن الإنسان ذاهب إلى أورشليم وسيسلم إلى رؤساء الكهنة وسوف يتألم ويموت ويقوم في اليوم الثالث. فكان مدرك في كل الأحوال، له السلطان الكامل على كل أحداث. ونرى أيضا معرفته المسبقة أي أنه كلي المعرفة، عرف كل الأحداث، التوقيت المناسب، المكان المناسب، وحتى الشخص المناسب والجحش ابن آتان
الذي لم يركب عليه أي إنسان من قبل، وسؤال الشخص كل هذه الأحداث عرفها يسوع المسيح، نرى معرفته السابقة ونرى أيضا سلطانه وسيادته المطلقة على كل الأحداث التي دارت في هذا الحدث العظيم. عندما دخل أورشليم دخل على جحش ابن آتان تتميم للنبوة القديمة في سفر زكريا النبي في الإصحاح 9:9 أنه سيدخل راكبا على حمار ويكون هذا الملك وديع ومتواضع. لاحظ أن دخول المسيح لم يكن على حصان، أي دخول المحتل أو الغازي إلى بلدة معينة، لأن المسيح كان يغزو القلوب بمحبته وكان يغير الناس بحنانه ولطفه. لم يأتي المسيح ليبني ملكوت أرضي، لكنه جاء كالملك السماوي ليبني الملكوت الروحي لكي يتوج ربا وملكا على حياة الناس. أعزائي، جاء المسيح ودخل أورشليم وارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ من هذا أحبائي؟ يسوع عالم بكل الأحداث، ولقد قبل مدح وتسبيح الجموع له والهتاف له: أوصنا لابن داود، أي أنه الملك المسيا المنتظر الذي دخل منتصرا إلى أورشليم. كل هذه الأحداث لم تكن صدفة، كما ذكرت أنها كانت بترتيب إلهي، بخطة إلهية محكمة منسجمة.
المسيح أعلم التلاميذ عن هذه الخطة وثبت وجهه نحو أورشليم لكي يأتي ويتمم خطة الله من خلال الفداء. جاء لكي يكون فصحنا، كما قال عنه يوحنا المعمدان: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ظن الناس أن المسيح دخل لكي يطيح بالإمبراطورية الرومانية، لكن المسيح لم يأتي بملكوت سياسي، لكنه جاء لكي يتوج رباً وملكاً على قلوب وحياة الناس. فمملكة المسيح لم تكن مملكة جغرافية تحدها حدود جغرافية، ولم تقتصر على لغة واحدة، لكن محبته للجميع لأنه أحب جميع الناس. لكنه عندما دخل أورشليم، رغم كل معرفته السابقة ورغم تسبيح وهتاف كل الشعب، لكن في فئة معينة لم ترضى بهذا الموضوع. جماعة الفريسيين كانوا غضبانين على هذا الأمر. الفريسيين هم جماعة من المتدينين، كانت الفئة الكبرى في أيام المسيح، وكثيرون منهم رفضوا المسيح، فطلبوا من المسيح أن يسكت صياح الناس، ولا سيما الأطفال والأولاد التي كانت تسبح. فقال يسوع المسيح: إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. حقا إن كل شيء حولنا يسبح المسيح، وأنا على جبل الزيتون أستطيع أن أرى خطوات آثار المسيح وبصماته مطبوعة في كل مكان. مش بس غضبوا على المسيح أنه أرادوا أنه يسكتوا المسيح، لكن بسبب الغيرة والحسد ابتدأوا يدبرون له المكايد لكي يتخلصوا من المسيح. وطبعا المسيح أقام إلعازر من بين الأموات من الجهة الأخرى من هذا الجبل، جبل الزيتون في بيت عنيا، فقرروا أن يقتلوا إلعازر حتى يخلصوا على كل المؤامرة أو على كل الهدف اللي جاء إليه المسيح. لكن المسيح قال: لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. جاء بترتيب إلهي. وعندما صرخت الجماهير أصن أو هشعنا، خلص الآن، فالمسيح هو مخلص العالم، ودخل من وادي قدرون إلى منطقة الهيكل. من المنطقة الشرقية تستطيع أن ترى البوابة الشرقية، دخل إلى أورشليم. ثم بعد هذه الحادثة في أمرين حدثوا. الحادثة الأولى: يسوع وقف من هذا الجبل، وقف، والمنطقة كما تستطيع أن ترى كنيسة يسوع الباكي، بكى على أورشليم. على أورشليم رثى حالها. لماذا؟ لأنها لم تعلم ما لسلامها، لأنها لم تعرف زمان افتقادها. وفي موضع آخر قال: أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريدي، هو ذا بيتك يترك لك خرابا. وعندما دخل أورشليم بكى. يسوع لم يبكي على نفسه أي دمعة. نقرأ عنه بكى 3 مرات في الكتاب المقدس. بكى عندما مات إلعازر، وبكى في بستان جتسيماني عندما كان يصارع ويجاهد ضد التجربة ليخلص العالم، وبكى على أورشليم التي افتقدها الله بأنبياء كثيرون، وأخيرا افتقدها بالابن أي بالمسيح يسوع، لكنها لم تعلم ما هو لسلامها. مدينة السلام أورشليم لم تعلم ما هو لسلامها، إذ دخل رئيس السلام لم تختبر هذا السلام ولم تقبل هذا السلام، مع أن هذا السلام الذي يخلص ويحرر، الذي قال عنه المسيح: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. كانوا ينظرون إلى سلام مزيف، وإلى سلام مؤقت، وإلى سلام سياسي وحل وقتي، لكن المسيح جاء بالسلام الحقيقي. فالذي يدل على صدق رسالة وإرسالية المسيح أنه تنبأ عن خراب أورشليم. بالفعل سنة 70 ميلادي الرومانيون كانوا محاصرون البلدة،
حرقوا الأبواب، دخلوا المدينة، هدموا الأسوار، هدموا كل المدينة ودمروا الهيكل تدميرا كاملا وشاملا، ووضعوا النار فيه حتى يقشط الذهب من الحجارة حتى تتم النبوة. مات أكثر من 1,100,000 شخص، 97,000 شخص أخذ إلى السبي، لأن المسيح قال: لأنك لم تعلمي ما هو لسلامك، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. والحدث الثاني عندما دخل أورشليم، كانت الناس تبيع وتشتري في المكان المقدس في الهيكل، أي في دار الأمم. فقال يسوع: بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. فأخذ صوت، وبسبب غيرته على هذا البيت طهر المكان من الباعة والمشترين ومن الفساد والظلم اللي كان يسود في تلك المنطقة. فطهر الهيكل ككاهن، وجاء إلى المدينة كملك، وعمل هذه، ارتجت المدينة وأعلنت أنه النبي والقاضي أيضا. لكن في نهاية الأسبوع رأت العالم أن المسيح هو المخلص الذي قدم نفسه فدية ومخلصا للجميع. أعزائي، أليس من العجيب أن يوم دخول المسيح الظافر المنتصر على أورشليم يبكي ويرثي لحال أورشليم؟ كما ذكرت أن المسيح لم يذرف دمعة على نفسه، لكنه بكى على المدينة التي لم تعلم ما هو لسلامها، لم تعرف زمان افتقادها. المخلص يأتي إلى المدينة ولم تختبر هذا الخلاص، فالنتيجة كانت الدينونة والقضاء على هذا المكان، وتمت نبوة المسيح. هذا إن دل على شيء بدل على مصداقية كلام يسوع المسيح وعلى إرساليته أنها صادقة وأمينة. يسوع المسيح الذي بكى على أورشليم، يقول الكتاب المقدس أنه في يوم ما سيرجع إلى نفس المكان، إلى جبل الزيتون، وسوف ينشق هذا الجبل. إن العيون التي بكت على هذه المدينة، يقول عنه الكاتب إلى سفر الرؤيا، قال: عيناه كلهيب نار، أي للقضاء والدينونة. فإذا ما هو حالك في هذا الوقت؟ هل تسمح ليسوع أن يدخل إلى حياتك ويتوج كملك وكرب على حياتك؟ كما ذكرت، لم يأتي المسيح ليبني ملكوت أرضي ولا ملكوت سياسي، لكنه سيرجع في يوم من الأيام ليدين الأحياء والأموات. لكن هذا الملكوت يبتدئ الآن بقبولك المسيح ربا ومخلصا. إن المشكلة الكبرى كانت في أورشليم هي عدم الإيمان وخطية الاستهتار وخطية الازدراء بالمسيح يسوع، وأنها مع أنها اختبرت كل قوة وجلال الله لكنها رفضت. لربما هذه تكون الفرصة الأخيرة، لربما الآن المسيح يريد أن يأتي إلى حياتك. هل تفتح قلبك ليسوع المسيح؟ هل تسمح له أن يدخل إلى حياتك وتتوجه؟ هل تصرخ كما صرخ الشعب في القديم هوشعنا: آه يا رب خلص الآن؟ إن أسرع طلبة الله يستجيب لها هي طلبة الخلاص: أدعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، لأنه مكتوب: ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء
قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. إن المسيح الآن يقرع على باب قلبك، إنه يريد أن يدخل إلى حياتك. توجه رباً وملكاً، ما عليك إلا أن تصرخ وتقول يا رب ارحمني، أنا أؤمن بيك أيها المسيح، أقبلك كرب ومخلص لحياتي. صل المسيح أن يأتي إلى حياتك ليحررك من قيود الخطية، ليحررك من العبودية، لكي يشفي ضعفك ومرضك، لكي يلمس حياتك، لكي يحقق مقاصده بيك، لكي يغفر خطاياك، لكي يكتب اسمك في سفر الحياة، لكي تنال الحياة الأبدية بواسطة المسيح يسوع. نعم، إن المشكلة الكبرى هي عدم الإيمان. بالواقع عندما دخل أورشليم رأى تيني، لعن التيني لأنه ما كانش فيها ثمر. أراد أن يعلمنا أنه الرب عاوز حياة مثمرة. فهل تثمر، تصنع أثمار طليق بالتوبة؟ هل تؤمن بالمسيح؟ هل تقبله؟ هل تتوج ربا وملكا؟ إذا صليت هذه الصلاة بحب أسمع منك. يمكنك أن تتصل، يمكنك أن تكتب، ويمكنك أن تتواصل معنا. أصلي من كل قلبي إن المسيح الملك يدخل إلى حياتك. إلى اللقاء، والرب يباركك.